السلام عليكم. هنبدأ المرة دي بقى إن شاء الله الكلام في المحتويات بتاعة الكورس. احنا قلنا أول مرة خالص هنتكلم فيها على الأتوميك ستراكشر، وإزاي وصلنا من إن احنا ما نعرفش أي حاجة عن تركيب الأتوم وإيه هي الحاجات اللي موجودة جواها، لأن احنا بقينا نعرف تفاصيل كتير جدا جدا عنها. أنا يعني الكلام في أول كام مرة هيبقى اكتر منه، يعني بنحكي تاريخ الموضوع، يعني مش هندخل قوي في تفاصيل شوية ممكن تبقى موجودة مش هندخل فيها. انا بس يعني هبقى بتكلم اكتر على المحطات الرئيسية اللي الناس عدت بيها من ان احنا مش عارفين حاجة لان احنا بقينا عارفين تفاصيل كتير. يعني دي برضو حاجة انا حابب ان الناس تبقى تفكر فيها، ان ازاي الناس من 200 سنة مثلا ولا أكتر قدرت إن هي تستنتج باستخدام المشاهدات البسيطة اللي عندها، تستنتج معلومات عن حاجة هي مش شايفاها. ودي حاجة مهمة إن الواحد يعني يقدر يفهم إزاي قدروا يوصلوا للحاجة دي. يعني بالظبط كده ممكن تتخيلها لو أنت عندك علبة مقفولة جواها حاجة، أنت مش عارف فيها حاجة ولا ما فيهاش، فأنت ممكن وأنت مش شايف الحاجة اللي جواها لو رجيت العلبة دي هتشوف أو هتسمع أو هتحس بحاجة بتخبط جوه، فهتعرف إن في حاجة جوه. ممكن تعمل تجربة تانية إنك تجيب مغناطيس وتقربه، لو لقيت إن الحاجة اللي جوه دي ما بقتش تتحرك أو لزقت في ناحية المغناطيس، فأنت هتعرف إن الحاجة دي معمولة من الحديد مثلا. فهو ده بالظبط اللي حصل. هو كان بيعمل تجارب والمشاهدات اللي هو بيطلع بيها بيقدر يطلع منها باستنتاج، وأحيانا كتير كان بيبقى مجرد فرضية هو بيفترضها العالم اللي بيعمل التجارب دي وبيجربها، نفعت نفعت ما نفعتش يبقى الفرضية مش مظبوطة. يعني حاجة لطيفة إن احنا نفهم المنهجية العلمية كانت ماشية ازاي من وقتها يعني لحد ما قدروا يوصلوا للي احنا فيه. فاحنا احنا لسه في اول موضوع اللي هو شكل الاتوم وازاي قدرنا نوصل. فيعني لو جينا نبص الموضوع ابتدى فين، ابتدى من اول سنة 1800. قبل كده محدش كان يعرف اي حاجة، ولا يعني مجرد بس كلام فلاسفة كده ان في يعني حاجة صغيرة كده مكونة المادة وبتاع، بس ما كانش في حاجة علمية معمولة بشكل علمي يعني بتتكلم عن الموضوع ده. كان معروف طبعا ان في مواد مختلفة، وكان معروف ان في احماض، ومعروف ان في يعني المواد كمواد معروف ان هي موجودة، بس بتتكون من ايه جوه ما نعرفش. لما بيحصل تفاعل بينها بيحصل ليه ما نعرفش، هو مجرد بس ان انا عارف ان دي المادة موجودة وخلاص. فمع بداية 1800 يعني الناس بقى ابتدت تحط نظريات عشان تعرف ايه هي الحاجات اللي بتكون الذرة، وده اللي هنتكلم عليه في الفيديو ده. هي الفترة اللي في الأول خالص اللي هي ان هما لسه ايه بي 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 يعني بيحسسوا حواليهم في الضلمة كده يحاول يفهم ايه اللي بيحصل يعني. فكان أول حد اتكلم في الموضوع ده يمكن واحد اسمه جون دالتون. جون دالتون دوت أول واحد اللي هو قال إن في حاجة اسمها أتوم، وإن الأتوم ديت هي المكون الأساسي للمواد، وإن هي ممكن يتفاعلوا مع بعض يعملوا حاجة اسمها مولكيول. فقال إن في حاجة اسمها ذرة وحاجة اسمها مركب، وإن المركب ده بيتكون من ذرات نتيجة للتفاعل بتاعه. يعني تقريبا سنة يعني 100 سنة من أول 1800 ل 1900 ما كانش فيه يعني معلومات كتير، اللي احنا ودول اللي هنتكلم عليهم دلوقتي اللي هم شوية تجارب وخلاص. فكان في واحد اسمه هنري كافنديش. هنري كافنديش دوت كان عمل تجارب كتير جدا، ومنها تجارب حتى بسيطة ممكن احنا نعملها دلوقتي. يعني هو مثلا أول واحد اكتشف الهيدروجين، واكتشفوا بتفاعل بسيط ممكن يعني ممكن لو حد عايز يعمله في البيت ممكن يعمله. يعني ممكن لو انت جبت بالونة وازازة بيبسي مثلا فاضية ولا حاجة، وحطيت جواها اي معدن ألمونيوم مثلا ولا حاجة، وحطيت معاه شوية HCl ورحت مغطي غطا يعني الغطا بالبالونة، فهتلاقي البالونة اتنفخت كده. اتنفخت ليه؟ لان في هيدروجين جاز طلع. هو عملها بس جمعها بطريقه تانية، يعني عمل انبوبه ولفت كده وتحت ميه وفي ازاز. يعني التجربه بسيطه مش مهمه تفاصيلها، بس المهم ان هو قدر يجمع الهيدروجين. هو حتى وقتها ما كانش يعرف ان ده اسمه هيدروجين، كان مسميه انفليمابل اير يعني هوا بيولع يعني. يعني هو ابتدى بقى يعمل تجارب على الهيدروجين، وبعدين
ابتدى يشوف تفاعل الهيدروجين مع مع الاكسجين، يعني عمل تجارب تانية قدر يطلع بيها برضو بان في حاجة اسمها اكسجين، فقدر ينتج اكسجين وقدر ينتج هيدروجين. ولاحظ بقى ان هو لما يجيب حجم من الهيدروجين ونصه من الاكسجين بيطلع لي ستيم. فهو ابتدى يفهم من الموضوع ده ان الحجوم في نسبة بينها وبين بعض في التفاعلات، يعني ان انا لما عندي حجم من الهيدروجين زي ما هو موجود كده، ان هو ضعفين حجم الاكسجين بيطلع لي حجم ستيم قد الهيدروجين اللي كان موجود في الاول. خلاص، جه بعد واحد تاني اسمه جاي لوسك. جاي لوسك دوت عمل تجارب تانية اكتر على غازات تانية، وبرضو اثبت ان الكلام اللي كان هنري كافنديش قاله ده كان مظبوط. فدي كانت يمكن من الحاجات الأولية جدا اللي ابتدت تثبت نظرية دالتون، إن فعلا في حاجة اسمها أتومز وإن الأتومز دي بتتفاعل وكده. طبعا ساعتها محدش ما كانش في أي تفاصيل بقى عن الأتوم ولا حاجة كافية إن احنا نقدر يعني زي ما احنا عارفين دلوقتي يعني. فكانوا ابتدوا يقولوا طيب خلاص احنا يعني قدر بشكل ما ان هو يقدر يحدد الاتوميك ويت بتاع الغازات. تاني هو في الوقت ده كان فيه علماء كتير جدا بيشتغلوا، وكان فيهم افوجادرو، وكان في يعني فيهم ناس كتير ممكن اساميهم تبقى مشهوره شويه، في ناس كتير جدا اساميهم مش معروفه بالنسبه لعامه الناس يعني اللي مش متخصصه في الموضوع ده. فهو كان واضح ان كان في تجارب كتير كانت بتتم بين يعني بين علماء مختلفين، وان هو كان العلم ده بيتنقل من واحد للتاني بشكل ما، فهي مش نتيجة شغل واحد بس. وازاي عملوها انا في حاجات انا فعلا مش عارف ازاي، يعني ازاي قدر يجيب الاتوميك ويت دي، انا مش عارف بالظبط عملها ازاي، بس يعني هو واضح ان هم قدروا يعملوا كده يعني. فالمهم يعني هو قدر يوصل لان الهيدروجين دوت ليه الاتوميك ويت اصغر اتوميك ويت خالص، فكان هو بقى الريفرنس بتاعه، فكان لما يجي يشوف الاتوميك ويت بتاع اي حاجه بيناسبها للهيدروجين. فالهيدروجين هو ده اليونت اللي هو بقى واحد يعني، واي حاجه تاني بتبقى مضاعفات الهيدروجين. طيب بعد كده بقى ظهر يعني كان في الاول برضو كان اسف دالتون كان فارض ان الاتوم لما بتتفاعل مع اتوم تانية بيتفاعل بنسبه واحد واحد. فهو مثلا اللي احنا قلنا من شويه هنري كافنديش لما عمل تفاعل الهيدروجين والاكسجين عشان يطلع الستيم، هو قال لك خلاص يعني على كلام دالتون ان ده هيبقى واحد لواحد. فدالتون كان بيقول ان معنى كده ان الووتر شكله هيبقى او اتش بناء على النظريه اللي هو حاططها، ومنها قدر يعني ايه يحسب يعني بشكل ما الاتوميك ويت بتاع الاكسجين. طلع رقم غلط جدا لان هو مش ده شكل الميه. فبعد بقى جاي لوسك اكسبيرمنت وبعد الكافنديش اكسبيرمنت طلع واحد اسمه برزيليوس. البرزيليوس دوت قال ان هو الغازات المختلفه لو ليها نفس الفوليوم هيبقى فيها نفس العدد من الاتومز. طبعا الكلام ده صح لو انا عندي ايديال جاز، بس يعني هو كان فرضها بشكل عام، يعني ان اي غازين من اي مادتين مختلفين ليهم نفس الفوليوم هيبقى فيهم نفس عدد الاتومز. وبالتالي قدر يقول طيب يبقى انا عندي هنا الكلام اللي جاي لوسك والكافنديش قالوه ان ده ضعف ده، يبقى انا عندي اتنين اتومز من ده بيتفاعلوا مع واحد اتوم من ده. كويس، وبالتالي يبقى الكلام اللي دالتون قاله ده ما يبقاش مظبوط، فالنسبة مش هتبقى واحد لواحد. فابتدى فعلا يحسب بقى النسب اللي هو بيحتاجها علشان الغازات تتفاعل مع بعض وتطلع نتائج، وقدر يحسب منها الاتوميك ويت بتاع الاكسجين ان هو ب16، واللي هو قريب جدا جدا من الرقم اللي مظبوط دلوقتي يعني. خلاص، مع شوية بقى يعني حسابات تانية وحاجات كده قدر يغير اليونت اللي هو كان شغال بيها. بدل ما اليونت هي الهيدروجين، لا ان الادق منها واللي هيتناسب اكتر او هيمشي اكتر مع نتائج التجارب اللي هم عملوها ان هو ياخد الريفرنس 1 على 16 من الاتوميك ويت بتاع الاكسجين. فهو قسم ده على 16. طبعا هي مش 16 بالظبط، هي كانت 16 وكسور، فهي فرقت شويه صغيرين يعني. فبقى الاتوميك ويت بتاع الهيدروجين 1.008 تقريبا يعني لو انا فاكر الرقم صح. ف يعني ده شويه بقى مدي الموضوع يعني دقه اكتر يعني.
وبعد كده بقى يعمل ايه، يعني ان هو عرف معلومه فجيب منها معلومه تانية. فهو عمل الاكسبيرمنت الاول، عرف الهيدروجين، وبعدين عمل اكسبيرمنت الهيدروجين مع الاكسجين، جاب الاكسجين عمل رياكشن مع الاكسجين مع النيتروجين، عرف يجيب النيتروجين الاتوميك ويت بتاع النيتروجين، النيتروجين فعله مع حاجه تاني، فهي ابتدت تمشي كده، فقدر يجيب الكلورين والايدين والنيتروجين الاتوميك ويتس بتاعته. خلاص، برزيليس برضو عمل حاجة لطيفة جدا، ان هو ابتدى يتوقع الاتوميك ستراكشرز لحاجات مختلفة. يعني مش بس ان هو قال ان انا هجيب هيدروجين مع او اتنين هيدروجين مع واحد اكسجين ويديني ستيم، يبقى معنى كده الستيم ده اتنين اتش وواحدة او وخلاص. لا، ده هو كمان قدر يعمل حسابات تانية. فمثلا هو بيقول مثلا ان انا لو عندي جرام من الفوسفورس هيتفاعل مع 3.44 جرام من الكلورين. تاني، احنا انا برضو عايز اكد على حاجه، هم ما كانوش يعرفوا اي حاجه، يعني احنا بنتكلم على الحاجات دي انها مسلمات وقتها، كانت لسه خيال يعني. فهو كان يعرفوا ان الفوسفورس لما بيتفاعل مع الكلورين ممكن يطلع اتنين فوسفورس كلورايدز مختلفين، واحد كانوا سموه، هما ما يعرفوش برضو شكل الكلورين ده او الفوسفورس كلورايد ده عامل ازاي، بس هو سماه اللور كلورايد اوف فوسفورس، واحد خصائصه بيسموها اللور كلورايد وفوسفورس انا بيتفاعل مع فوسفورس مع كلورين قليل، وفي نفس الوقت يعرفوا حاجه تاني اسمها الهاير كلورايد وفوسفورس، يعني فوسفورس كلورايد بس في محتوى من الكلورين اكتر شويه. طبعا ده ليه خصائص مختلفه عندها، يعني زي النيتروجين اوكسايد مونوكسايد والدايكسايد شكلهم مختلف جدا عن بعض، فنفس الحكايه. فهو من الارقام اللي استخدمها دي اللي هو 3.44 و5.72 قدر يقول طيب هما الاثنين بيتفاعلوا مع نفس الكميه من الفوسفورس، وبالتالي انا ممكن اقول ان نسبه الكلورين اللي هنا لنسبه الكلورين اللي هنا تتناسب مع الوزن اللي انا احتاجته من الكلورين هنا على الوزن اللي احتاجته مع الكلورين هنا. فده اللي حسبه، قال ان انا عندي 5.72 قسمها على 3.44 طلعت 5 على 3. فقال طيب يبقى معنى الكلام ده ان انا عندي 5 مولكيولز في الهاير كلورايد اوف فوسفورس وعندي 3 مولكيولز في اللور كلورايد اوف فوسفورس. فقال يبقى انا عندي اللور ده هيبقى بي سي ال 3 والهاير بي سي ال 5، وده فعلا الشكل الموجود. ومنها قدر يحسب بعد كده، خلاص هو عارف الكلورين المولكيولار ويت بتاعه عامل ازاي او الاتوميك ويت عامل ازاي، فقدر يحسب الاتوميك ويت بتاع الفوسفورس من الكلورين. فالموضوع ابتدى بقى يفتح كتير، وهتلاقوا في التكست بوكس الناس بتتكلم كتير على فلان هو اللي اكتشف الاتوميك ويت بتاع كذا، وفلان هو اللي اكتشف الاتوميك ويت بتاع كذا. فكان دي هي البدايه اللي ابتدوا يعني يطلع شويه كلام على حاجه اسمها الاتوم، وعلى حاجه اسمها الاتوميك ويت، وعلى حاجه اسمها المولكيولز، وعلى حاجه اسمها الاتوميك ستراكشر او المولكيولر فورمولاز، وحاجات كتير بالشكل ده. بس لحد اللحظه دي يعني لغايه 1890 ولا 1900 احنا لسه مش عارفين الاتومز دي بقى من جوه فيها ايه. فده بقى اللي هيبتدي يبقى الموضوع بتاع الفيديو الجاي ان شاء الله، ان هما ازاي الناس ابتدوا يعرفوا ان في حاجه اسمها نيوكليوس وحاجه اسمها الكترونز، وازاي كان الموضوع ماشي. ف يعني هوقف كده ونكمل المره الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.